عقدت مؤسسة أصدقاء العامر مؤتمرا صحفيا يناقش إزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي، وذلك بحضور عدد من الوزراء وسفراء الدول الأوروبية. يناقش المؤتمر سبل إزالة الألغام والعمل على تنمية الساحل الشمالي الذي يوجد به أكثر من 20 مليون لغم تقف عائقا أمام عملية تنمية الساحل الشمالي منذ الحرب العالمية الثانية. مصاب الألغام في مصر عدوا 10,000 مصاب وفي 1,000 قتيل، فالألف قتيل ده احنا بنحاول مصابي او القتلى بنراعي اسرهم بالمجان برضه في نفس الوقت في النشاطات اللي احنا بنعملها في لجان متخصصه، ونتمنى كل واحد عنده تطوع او نفسه يعمل حاجه معانا، واحنا في موقع هنقوله لكم بعدين، الموقع ده ممكن يملى الاستمارة عشان يبقى عضو معانا في المؤسسة، هي لجان لجنة العلاقات العامة والتنسيق والمؤتمرات، لجنة الموارد والمساهمات، ولجنة المساعدات والتعويضات، ولجنة تنمية الموارد البشرية اللي هي التريننج وتدريب الناس اللي هم المصابين عشان يكسبوا مهنة حرفية، واحنا تعهدنا ان كل واحد يعمل مهنة حرفية يصنعها احنا نقوم بتصديرها، اللي احنا متخصصين في التصدير. المؤسسين والاعضاء هو المؤسسين والاعضاء متطوعون بيكون بدون اجر، واغلب المؤسسين محاضرين معانا وهم صراحة دايما بيساعدونا. يعني ندخل على المركز الطبي صراحة احنا ناشد معالي وزير الدفاع بإعطائنا قطعة أرض في العلمين عشان نبني المجمع أو المركز الطبي، وده بالمجانا، وإحنا ليه مقصود في العلمين؟ العلمين مشهورة عالميا، وفي نفس الوقت في المقبرة الألمانية والإيطالية، المقبرة الإيطالية فيها مهبط طائرات فده نستفيد بيه. بتقولوا ليه بدأنا مستشفى قبل منزل الألغام؟ المستشفى عشان لما نيجي نزيل الألغام بكثافة أكيد حد بيتعور أو يحصل أي مشاكل، فبتبقى المستشفى جاهزة لعلاجه، وفي نفس الوقت ملحق بيها تأهيل مهني لأي أجهزة تعويضية لمن أصيب أو بتر دراعه أو رجله أو كده يعني، ومركز تدريب مهني في نفس الوقت. ده بالنسبة للمركز الطبي. فالموقع زي ما موجود على الخريطة ما بين مارينا وما بين سيد عبد الرحمن، هي المنطقة اللي فيها جميع المقابر، وفي نفس الوقت منطقة مشهورة عالميا، عشان أول ما نتكلم مع جهات المنحة يبقى عارفين فين العالمين، وفي نفس الوقت في زوار كتير في الزيارات سنوية من أهل الضحايا في الحرب العالمية الثانية بيجوا، والناس قدامي يعني صراحة اجتمعت بناس كتيرة عندهم استعداد ان هم يساهموا، فهم أثناء زيارتهم بيساهموا في المستشفى خاصة لما بتبقى بالمجان.